فببداية الدراسة بتاعتنا لأي منطقة لازم يبقى عندي مدخلات المنطقة أو الحاجات اللي أنا هشتغل عليها قبل ما أعمل تحليلاتي بقى. يعني ما ينفعش أخش على منطقة كده وأعمل تحليل وأنا ما عنديش حاجة أعمل تحليل عليها. فالعمران أو النسيج العمراني الحاجات بتاعته معروفة، النسيج العمراني معروف، كتل مبنية ومناطق مفتوحة. الكتل المبنية تتمثل بقى في المباني السكنية، المباني غير السكنية. المناطق المفتوحة بتتمثل في شبكة الشوارع والفضاءات البينية بين المباني. فاحنا عشان نبدأ تصنيف عمران ونسيج عمراني ونشوف وضعه ايه، لازم يبقى عندنا المصفوفة اللي قدامنا دي اللي هي ايه هو النسيج العمراني في منطقة الدراسة بتاعتي. أول حاجة لازم أعرف الكتلة المبنية، والكتلة المبنية عندي زي ما قلنا مباني سكنية ومباني غير سكنية. نمسك أول واحدة، مساحة المباني السكنية. لازم أبقى عارف مساحة المباني السكنية بتاعتي في منطقة الدراسة اللي أنا هشتغل عليها، ودي سهل، نستخدم أي برنامج، مش لازم برنامج الأرك اللي احنا بنستخدمه، ممكن أي برنامج خاص بالرسم نجيب منه الحاجات دي. وليكن مثلا أنا عندي منطقة عفوا وليكن مثلا أنا عندي منطقة الدراسة بتاعتي اهي، عاوز أعرف مساحة المباني في القطاع دوت. سهل جدا، واحنا طبعا مش طالعين نشرح أرك والكلام ده، بس سهل جدا من خلال مثلا سيليكشن باي لوكيشن، اجيب المباني السكنية اللي هي عندي بيلدينج، الانترسكت مع الزون الفلاني اللي هو قدامي دوت. كده كده انا ببقى مثلا هنا مسميه انا شياخة، فبعرف أعداد المباني ومساحات المباني اللي موجودة في المنطقة دي. برضو بجيب أعداد المباني الغير بقى سكنية اللي هي الاستخدامات اللي هي ظاهرة عندي باللون الأصفر دوت، وسهل جدا في برنامج زي الأرك ماب أو أي برنامج تاني أجيب الحاجات دي. طيب الحاجات دي البيانات بتاعتها موجودة منين؟ البيانات بتاعتها موجودة لا إما بقى بتجيبها من هيئة التخطيط العمراني أو الجهاز المركزي أو أي جهة خاصة ممكن تطلع لنا بيانات بالشكل اللي قدامنا دوت. طب البيانات دي أساسا بتيجي إزاي؟ البيانات دي في مصر هنا أولا بنقعد نرسم من على صور أقمار صناعية أو من على جوجل إيرث، رسم عادي بدون بيانات، وبعد كده بينزل بقى فرق المسح بتجيب لنا البيانات، نرجع احنا ندخلها تاني عشان مثلا لو انا وقفت على مبنى من المباني دي يجي البيانات بتاعته يقول لي والله مثلا هنا ال HSN اللي هو رقم التنظيمي للمبنى 35، والفرول نمبر كام دور، المبنى دوت 5 أدوار. طبعا البيلد طيب ده بيلدينج، طبعا عندنا حاجات تانية غير البيلدينج، ممكن يبقى عندنا مجاورات، ممكن عندنا أبراج، ممكن يبقى عندنا مثلا مجتمعات أو مجمعات عمرانية، أما ده بيلدينج يعني مباني عادية خالص، مباني سكنية عادية. وكده كده أوتوماتيك لو الرسمة مظبوطة واللي راسم مظبوط مساحة المبنى بتطلع عندي. يعني هنا بيقولك مساحة المبنى 481 متر. تمام، ده بالنسبة ازاي اطلع البيانات.